أخبارنا الرياضية كتير سواء محليا أو عالميا. خلونا نتكلم بشكل أكبر مع الناقد الرياضي محمد عباس اللي معانا عبر الزوم. صباح الخير. صباح الفل. لم خلينا نتكلم أو نبدأ بالقمة الأوروبية، فوز ريال مدريد على ليفربول بخماسية. شفت إزاي المباراة امبارح؟ ماتش كبير، احنا اي حد كان بيتفرج على الماتش متع جدا. الماتش كله يتقسم اول ربع ساعه ليفربول 2 وبعد كده ريال مدريد جه بقى 5 اجوان ورا بعض. ماتش يقول حاجات كتير قوي، حاجات كتير قوي في الموسم اصلا شفناها امبارح في 90 دقيقه، حاجات كتير من المدربين وحاجات كتير في الاثنين كده، حاجات كتير قوي في المنافسه حتى في الشامبيونز ليج السنه دي. الماتش فجرنا امبارح، يعني ممكن تشوفي موسم كامل في 90 دقيقه. هل كنت يعني متوقع الفوز بخماسيه، وخصوصا ان الليفر كان يعني في سيطره كده حصلت في اول نص ساعه تقريبا من الماتش، بعد كده الماتش يعني خد منحى تاني خالص؟ لا بص، انت لو جبتي منجم امبارح وقلت له ايه اللي هيحصل ده ما حدش هيصدق، يعني اي حد يدعي ان هو كان متوقع اي حاجه من اللي حصل يبقى كذاب جدا طبعا. البدايه ما كانتش زي النتيجه خالص، ليفربول بدا الماتش قوي جدا، جول من نونز يعني واداء من صلاح سيء قوي، وبعدين غلطه من كورتوا ليفربول 2-0 في اول ربع ساعه، دي قويه جدا. طب محتاجه مش اي فريق يقدر يرجع في النتيجه، او مش اي فريق، هو فريق او اثنين بس في العالم اللي عندهم الشخصيه تخليهم لما يرجعوا بعد جنين في اول ربع ساعه بره ملعبك، ملعب قوي زي الانفيلد، والحضور الذهني بتاع نونز وصلاح كان قوي جدا في اول ماتش. فجاه انت في الشوط الاول بيخلص، انت في النتيجه خلص الماتش، وبعد كده الشوط الثاني بيبدا 3 اجوان. الموضوع صعب جدا، يعني ريال مدريد هو الوحيد اللي كان يعمل كده يعمل الزياده او الكامباك دي. طيب النهارده في ماتشين في دور الابطال، ميلانو بورتو كمان السيتي ولايبزيج.